بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. هنا كده يا جماعة بيجيلنا شكل العمارة اللي فيها الشقة بتاعة النهاردة من برة، عمارة نصية على شارعين. ده كده بقى شكل المدخل اهو، مدخل شيك جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، كله رخام، السقف بتاعه جبسن بورد. وبعد ما بنطلع الكام سلمة دول بيجي لنا اتنين اسانسير. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. دي كده يا جماعة الشقة بتاعة النهاردة اهي. نبدأ نخش برجلنا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة تشطيبها الترا سوبر لوكس، اول سكن 150 متر تحت العجز والزيادة، ثلاث غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ واثنين حمام. تعالوا نبدأ الاول باول حمام معانا، اللي هو حمام الضيوف اللي بيكون جنب الرسبشن ده. كده الحمام اهو يا جماعة الاول، اللي هو الحمام الصغير. طبعا يا جماعة لسه الشقة جديدة زيرو، لسه اول سكن. ده كده برضو التشطيب بتاع طرقة التوزيع. نبدأ بقى نخش كده على اليمين، كده بيجي لنا المطبخ. ده المطبخ يا جماعة، ده برضو شكل التشطيب بتاعه. هنا كده الحوض بالرخامة دي والحل الغطس، ده طبعا نوع من انواع الجرانيت. ده كده المطبخ بتاع الشقة. هنا كده طبعا طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والحمام التاني، هنشوفها دلوقتي. بس تعالوا الاول نشوف الريسبشن والفيو والبلكونة من الريسبشن. ده كده يا جماعة الريسبشن اهو، ده شكل التشطيب برضو اهو، شكل السقف بالديزاين ده جبسن بورد طبعا. ده كده ريسبشن اهو. هنا كده برضو معمول تي في كورنر البسيطة دي، تي في كورنر سيمبل كده. تعالوا بقى نشوف البلكونة والفيو من البلكونة. دي البلكونة اهي يا جماعة، العرض بتاعها حوالي 80 سنتي. قدامك طبعا الحمد لله مفيش حاجة قدامك، مكان فاضي، بيبص حتى على حديقة كده. وده شكل الشارع اهو من بره، الشارع اللي بتبص عليه الشقة، ده شارع عرضه 20 متر يا جماعة. ده برضه الشارع من الناحية التانية اهو. هناك كده الحديقة اللي هناك دي. دي كده البلكونة والفيو بتاع البلكونة اللي من الريسبشن. نبدأ نرجع كده تاني. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. تعالوا بقى نروح طرقة التوزيع ونشوف الغرف والمطبخ، عفوا الغرف والحمام. هنا كده على الشمال بتجي لنا غرفه وحمام، وهنا كده على اليمين بتجي لنا غرفتين. تعالوا نبدا الاول بالغرفه اللي جوه. دي الغرفه الاولى اهي يا جماعه، دي مساحتها تقريبا 3 متر 80 في 4 متر. ده برضه الديزاين اللي في السقف اهو. ودي كده المساحه بتاعت الغرفه. هنشوف برضو الفيو من الغرفة دي، برضو نفس الشيء برضو يا جماعة، بتبص على نفس الشارع ونفس الحديقة. اه يا جماعة لسه الالومتال بالستيكر بتاعه. دي كده تعتبر الغرفة الأولى. دي برضه طرقة التوزيع اهي برضه،
التشطيب بتاعها اهو. الشقه طبعا يا جماعه اول سكن، فهتلاقوا كل حاجه جديده ما شاء الله. بعد كده هنا على اليمين بتجي لنا الغرفه الثانيه، دي الغرفه الثانيه اهي، مساحتها تقريبا 3 في 4. ده برضو السقف والديزاين بتاع السقف، جبسن بورد مع سبوت لايت مع الليد لايت مع السبوتات. وهنا كده ده الغرفة دي بتبص على المنور. دي كده الغرفة التانية. نرجع كده تاني، طبعا هنا كده ده الريسبشن اللي احنا جايين منه وباب الشقة. هنا كده بقى بيجي لنا الحمام التاني. ده الحمام التاني اهو يا جماعة، ده كده بانيو 160، بانيو مستريح اهو ان شاء الله. ده شكل السقف برضو. هنا كده الحوض والقعدة، وده شكل الحمام. طبعا الشباك ده بيبص على منور. بعد كده تجي لنا الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة اهي يا جماعة، دي مساحتها تقريبا 3.5 في 4. دي تعتبر الغرفة الكبيرة، أكبر غرفة فيهم. ده برضو شكل الديزاين بتاعها في السقف أهو، جبسن بورد برضو. دي كده الغرفة التالتة، وبرضو بتبص هنا على منور. اللي في الوش هناك ده الشباك يا جماعة اللي احنا كنا فيه دلوقتي بتاع الغرفة التانية، وهنا كده الشباك بتاع الحمام الكبير. يعني في عندنا غرفة وريسبشن بيبصوا على الشارع، وغرفتين بيبصوا على منام. دي كده الشقة بتاعت النهاردة. يلا نراجع مع بعض البيانات ونشوف سعر الشقة والعنوان. الشقة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة في الدور التاسع، تاسع بلكونة بعد الأرضي، برج 12 دور، وفي عندنا 2 أسانسير شغالين الاثنين. الشقة فيها عداد كهرباء جديد كارت، بالنسبة للغاز لسه ما دخلش. الشقة تشطيبها الترا سوبر لوكس، أول سكن لسه ما حدش سكنها. الشقة عنوانها فيصل، محطة حسن محمد خلف كنتاكي، تقسيم العشرين الجديد. الشقة مطلوب فيها 1,100,000 كاش، سعر نهائي، مفيش فصال ولا تقسيط ولا يوجد تمويل عقاري. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب، هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.